صراحة ان هذه المدة كما كنعرفوا بان المدة ديال خاصة هذه السنة الظروف اللي عاشها البلاد ديالنا ديال الحجر الصحي كذا لزمت ان حتى الوقت ديال الدورة الاستدراكية كان قريب شوية مقارنة بالسنوات السابقة، وبالتالي فهاد الاسبوع اللي كما كنقولوا بانه فعلا هو غير كافي، ولكن الحمد لله بالجهد ديال التلاميذ من جهة والجهد ديال الاساتذة من جهة اخرى كان تعاونوا بجوج يعني حتى ان شاء الله نحاولوا نقربوا التلميذ للنجاح. كيف يعني غنحاولوا اننا نخدموا معاه في المواد اللي هي ضعيفه، مثلا احنا المؤسسه ديالنا اللي كنخدموا فيها المركز ديال المؤسسه ديالنا اللي هي مؤسسه الوئام الخاصه اللي كاينه غير هنايا تقريبا في الضواحي ديال حي الفرح، ف درنا واحد البرنامج على مستوى الاساتذه كاملين ديال دروس الدعم، لا الاستاذ ديال الرياضيات ولا الفيزيك، استاذ معاد ولا معاويه، فكنا بركنا وقلنا غنشوفوا كل تلميذ فين النقص اللي عنده، مثلا عنده نقص في الرياضيات غنخدموا معاه غير الرياضيات فقط. علاش؟ لان ما يمكنش حنا نخدموا المواد كاملين، مثلا تلميذ جاب مثلا فرضا انه جاب مثلا 8 في المات وجوج في الفيزيك او ما جاب مثلا جاب 10 في العلوم، غنخليوا ليه 10 ديال العلوم وغنحاولوا نخدموا معاه الماده اللي هي نعم طيح فيها بزاف، وبالتالي كيكون الاستاذ كيخدم معاه بواحد الطريقه اللي هي يعني كيجمع هذوك التلاميذ كلهم اللي عندهم نقص في ذاك الماده وكنخدم، لان ما يمكنش ظل هاد 7 ايام او هاد المده اللي نعاودوا كل شيء، لان صعيب فعلا ما غنحققوا حتى شي حاجه، الا جينا خدمنا المواد كاملين ما غيكون حتى شي حاجه. فعلا حنا من البدايه ديال الحجر الصحي وحنا كنخدموا مع التلاميذ مجانا، كل الاساتذه اللي قلت لك الان كلهم كانوا كيخدموا مجانا وكانوا كيتعاونوا يعني مع التلاميذ، لان حنا حتى من جانب اخر راينا التلميذ انه فعلا كان الظروف ديال التلميذ او الظروف ديال الاسر ما كتسمحش انهم يؤدوا ذاك الواجب ديال الدروس الخصوصيه من جهه، ومن جهه اخرى حتى اننا راينا الجانب الاجتماعي ديال التلميذ والنفسي وخديناها كبادره طيبه، ونتمنى انها تكون تعمم السنوات ما غير ما تكونش غير حبيسه ديال هذه السنه، وانما تكون سنوات اخرى، ويكون حتى كذلك اساتذه اخرين اللي في قلوبهم الرحمه واللي باغي الخير واللي باغي الخير لهذ البلاد وهذ التلاميذ انهم يتعاون معهم بقدر المستطاع. لان الزكاه ماشي غير زكاه المال، كاينه حتى زكاه العلم، راه المنظور ديال الزكاه كاين حتى زكاه العلم، يعني انسان اللي كان عارف شي حاجه ما يبخش على خوه المسلم، ما يبخش على التلميذ اللي كاين. فعلا ما صراحه ذاك الموقف اللي كاين تاثرنا مع الوليدات، لان كتشوف وليدات خارجين فرحانين، خارجين بهذاك الجو وهذاك الفرح والوجوه ديالهم فيهم ابتسامه، دليل على انهم راه خدموا وداك الشيء اللي كانوا متوقعينه هما اللي لقاوه، وداك الشيء اللي كانوا خدموه هما اللي لقاوه، وداك الشيء اللي كانوا ناويين داك الماده هما اللي لقاوه. فبطبيعه الحال اي واحد غيعيش داك الظروف غيعيش داك الحاله راه غيبكي وغيتاثر شيئا ما. الطلبه المستدركين انا اللي غنقول لهم اولا اولا لا مجال لضياع الوقت، استثمروا الوقت فيما يفيد وحاولوا انكم تكونوا اذكياء في المراجعه ديالكم، لان هذا الوقت كما قلتنا انه ماشي كافي اننا نراجع المواد كاملين. حاول تقلب على المواد اللي عندك تفهم مناقص مزيان، الجهد اللي غتعطيه ثلاثه المواد اعطيه غير الماده واحده، مثلا انا عندي ماده ضعيفه بزاف نخدم فيها بزاف اكثر ونخدم فيها ان شاء الله وغيكون فيها التوفيق، ثم نحيد الجانب ديال اننا نكون تشاؤمي، نظر نظره ايجابيه، نقول إن انا غادي على امل ان شاء الله غيكون نجاح، على امل ان غيكون ان شاء الله داكشي سهل في المتناول وما غيكون ان شاء الله غير الخير. ما تحاولش تعيش راسك ظروف اللي هي يعني سلبيه وما تكونش سلبي بزاف، وانما كن ايجابي وقول ان شاء الله انا غنشد الباك ولكن كنقلب على المونسيون ان شاء الله. اسبوع قاصحه شويه، احنا كنخدموا الحمد لله كنستغلوا الوقت ديالنا حيت الوقت ثمين، اسبوع راه ما قادناش الحمد لله، جبنا شي نقاط اللي هما اللي صبرونا ان شاء الله باش نجيبوا بها الباك. كانت شي نقاط زوينه وكانت شي نقاط في ماشي نقاط خايبه، الحمد لله احنا دابا خدامين باش نعوضوها ونقدروا ان شاء الله نجيبوا الباك بالمونسيون ان شاء الله. وكما قلت لك قبيله انا عندي 83 في الجهوي، يعني عندي جهوي طايح بزاف وعندي المراقبه هي طايحه، انا ضربت 11 في الوطن 11 خصني 0.13 باش ننجح، والحمد لله الاستدراكيه هي فيها خير، هي ان شاء الله غنعوضوها وغنديروا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله، نقدروا نجيبوا باك بالمونسيون، قدروا ان شاء الله نديروا شي حاجه ما كايناش. وكيف ما كتشوفي راه حنا كنبريباري وراه حنا مستغلين الوقت كما قلت لك، والحمد لله يكون الخير ان شاء الله، يكون تيسير ايجابيه ان شاء الله، غنجيبوها ان شاء الله ليله العيد غيعطونا النتيجه، الفرحه ديال العيد والفرحه ديال النجاح ان شاء الله. كنبغي نقول لهم ما يفقدوش الامال، الاستدراكيه ما هي الا فرحه مؤجله، يعني الا خدمتي شويه راه غتوصل. كما كتشوفها هو مثال، انا راه ما عندي والو ان شاء الله، الباك ان شاء الله غيجي ان شاء الله،
وما تفقدوش الامال وبريباري وان شاء الله راه غيكون الخير. شو صافي حيت الصراحه السيد راه كيخاف منك اكثر من الوطن العاديه، حيت ما فهمتي شي كيقول لك صعيبه شويه فهمتي، وبريباري له بزاف في سميتها في العاديه ضروري اساسيده كلشي من جد ديال اساسيده مساكن والله في الكونفينمو كانوا بالخصوص استاذ حمزه كان يبقى معنا في لي لايف يوميا من الخمسه حتى للسبعه في ايام الصيف فاش غادي يقرب الوطني، والله جوج مرات في النهار كيدير معنا لي لايف في الصباح من الخمسه حتى للسبعه، وعاوتاني بالليل كيعاود اللايف من شي 11 حتى سميتو حتى الاستاذ معاد والاستاذ معاوي صراحه عمرنا نساو لهم الخير ديالهم كاملين. والله مجانا عمرنا نساو لهم خيرهم كبير والله، وقفوا معنا بحال شكل والدينا والله، بحال انا فهمتي عندي جهوي طايح وداكشي، ولكن بالفضل ديالهم همايا فهمتي دس في الصدراكيه حيتاش كنت كنكون واحد المرات كنقول صافي فقدت الامال، وهما كيقولوا لي لا بالعكس ما تفقديش الامال، راه غادي تخدمي مزيان في الوطني وغادي ديري مزيان. الساعه فهمتي جهوي شويه طايح دس في الصدراكيه بالفضل ديالهم همايا. لا ما كنتش معوله على الصدراكيه، ولكن الاساس سيد الله يجازيهم بخير، وبخصوص سيد حمزه راه اكثر من الاب ديالنا والله، راه خونا ان شاء الله والله بالفضل ديالو وحق الله عمرنا ننساو الخير ديالو، غادي ندير المجهود ديالي وغادي ننجح ان شاء الله.